السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارككم مراحل عصر الزيتون، مراحل كاملة. يمكن تواجد في مطحنات طه اللي كتواجد في حومة الكوماندار. كما كتشوفوا معايا هو الزيتون، هو هذا، ودابا الزيتون ديالنا هو هذا. حنا كيديوه الميزان، ها الميزان كما كتشوفوا معايا فاش تيتعبر، وهذه كما كتشوفوا الكروسة فاش كيتهز الزيتون. يعني كلشي الوسائل سهلة هنايا، وهنا الزيتون ديال الناس اللي كيجيبوه. هذه هي الجفنة فين كيلوحوا الزيتون، كيلوحوا فيها الزيتون باش كيمشي عبر هاد القادوس هذا اللي كتشوفوا معايا، هو باش كيدور يدخل في الطاحونة. هاد الطورني هذا فيه موتور كيدور الزيتون وكيطلع بالضو. كما كتشوفوا معايا هي الجفنة، هنا كنخوي فيها الزيتون. ديري لي من الحبس، علاش كما جي هنا حدايا ديالي؟ الله ماشي عليا ديري لي من الحبس يا خديجه، يلاه الله يعطي لي دم. ودابا كما شفتوا معايا الاخطاء، هو كيخوي الخناشي ديال الزيتون. الاخ سفيان عفوا، هما تيخوي الخناشي ديال الزيتون. هنايا كما القاعده قلت لكم غادي يدور ويدور ويطلع في هذاك الجعبه. ها هي كيبان لكم كلشي، ها هو خدمها، ها هي كدور، الزيتون تيهبط وتيدخل الدور وغطلع الفوق، وهذا الدور الجفنه نيشان. الزيتون كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، ها هو كيتخوى في الجفنه، في هذيك الحفره راه هي كيمشي فيها، كيمشي بواحد السرعه. كاين واحد الطورني تما كيبقى يدور وكيجبد عنده الزيتون. وها نتوما تبعوا معايا هذا الفيديو هذا، واستافدوا معايا في مراحل، جميع المراحل اللي غندوز معاكم دابا، مراحل ديال العصر. هذا هو سفيان صاحب المعصارة ديال طه، كما كتشوفو كيخدم بيدو وعندو تبارك الله كلشي نقي، كلشي هو هذاك في المستوى. ها هو تيريكل هاديك، ودابا هو تيخوي الخناشي كما تتشوفو، كينقي إلا كاين شي خيوط، إلا كاين شي وسخ كيحيدو، أولا شي حجر باش ميدخلش في الماكينة يهرس ليه سميتو. وكيبدا يخدم بهاد البالا كيدفع. هانتوما كتشوفوا العمليه سهله ومتقونه بزاف، احسن من الخدمه ديال اليد. هو كيدفع دابا بالبالا كيما كتشوفوا معايا المتتبعين قناه عبدو. هو غيكمل وغادي يسد هذيك الحفره شويه باش يكمل باليد ديالو. وتابعوا معايا هاد الفيديو واستافدوا معايا. ودابا كيبقى داكشي كيدفعو بيدو كما كتشوفوا معايا. ها هو الزيتون ديالنا اللي شفتو كيطلع دابا كما دار خويا سفيان، ها هو كيطيح في الجفنه مباشره كما كتشوفوا. الماكينه كبيره وعندها جوج حجرات كبار، الزيتون اللي كيجي من هي كيتعجن في هاد الجفنه هادي. تابعوا معايا المراحل وحده وحده حتى تستافدوا معايا في كلشي. ها هي كتعجن هاد الخليط هذا بواحد السرعه فائقه كيف ما كتشوفوا، مطر كبار يعني واحد الحجم كبير. ها نتوما كيف ما تشوفوا دغيا تعجنوا في ظرف وجيز، والطاحونه متقونه بجميع سميتو جميع الوسائل الحديثه. وانتم كتشوفوا من بعد ما تعجن الخليط ديالنا، هو تيحل عليه، هو كيهبط كما كتشوفوا،
والجفنة كتبقى تدور هو كيهبط. ها الخليط كما كتشوفوا ولا معجن بحال الغيس تقريبا بحال هكاك، وفي هاد البسان هذا ديال الالومنيوم ونقي كاين واحد الطورني من لتحت، هذاك الطورني من بعد غادي من بعد هاد العمليه ملي غادي يهبط هذاك العجين كامل كما كتشوفوا معايا. ولا وباش كنعرفوا الزيتون راه طاب مزيان وتطحن كنقلبوه بيدينا بحال هكا وكنشوفوا فيه واش فيه ليدام ولا ما فيش. هانتوما كتشوفوا معايا المتتبعين هو تطحن والماكينه راها كدور، وداكشي اللي كطحن كاين واحد الباله كتكرط كتكرطو كيهبط مباشره كما تتشوفوا معايا هو تيهبط. هنا شويه غادي نقلبوه بصبعنا بحال هكا، ها هو نشوفوا واش طاب ولا ما طابش. كنشوفوا ميدم كنعرفوا راه الزيتون طاب وفيه الزيت. كما كتشوفوا معايا الباسينه هذه راه الومنيوم ونقيه وجوده، وهذه الماكينه كما كتشوفوا معايا هذه هي اللي كتطلع داك الزيتون اللي مطحون. كما كتشوفوا معايا سفيان صاحب المطحنه هو غادي يقوم بالتشغيل ديال هاد الاله هذه، هو اللي كيتحكم فيها، عنده جهاز ديال التحكم كيتحكم بالرجل ديالو كيبقى يكسيري باش هذاك الخليط كيطلع. كما كتشوفوا ها هو كمل الطحين ها الخليط ديالنا في هاد الجفنه هذه كما سبق لي قلت لكم. وهو دابا غادي يخدم هذيك الاله باش يبقى يطلع هذاك الخليط يجبدو لعندو. ها هو كما كتشوفوا معايا المتتبعين ها هو بدا ها الخليط كيخرج وهو كيتحكم فيه بالآلة بالرجل ديالو كيتحكم. عملية سهلة وبسيطة وحديثة. ها هو كيعمر كما كتشوفوا كيعمر في هذيك الجفنة، هذيك الجفنة عندها الروايد دايرة وعندها واحد تيو خارج بيه باش كنلصقو التيو ديال اللي كيمشي به الزيت. وتابعوا معايا المتتبعين المرحلة كدوز بمراحل مرحلة بمرحلة. دابا غادي يبدا يعمر كما كتشوفو ها هو تيعمر، تيدير خمسة ديال الشوامي وكيدير عليهم في الأخير واحد الصفيحة ديال الألمنيوم قاصحة باش دوك الشوامي كيشدو التوازن ديالهم ما كيميلوش. دابا غادي يبدا يعمر ها هو كما تتشوفو، تيدير فرشة خمسة د الفرشات وتيجيب واحد ها هو ديال الألمنيوم كما تتشوفو قاصح راه قاصح بزاف باش كيشد به التوازن. وملي غادي يعمر النص غادي يجيب واحد اللاكس وغيديرو من فوق هداك وغيبدا يعمر حتى يكمل. ها هو داكشي راه غادي مراحل وغادي دقة دقة. وكما تتشوفو يا المتتبعين الطاحونة العصرية نقية وزوينة، هانتوما كلشي قدامكم كتشوفوه كل حاجة كتمشي من الدقة ديالها والخدمة نقية كما كتشوفو ما فيها لا وساخ لا والو كلشي نقي. وتابعوا معايا المتتبعين وشجعوني على الفيديو هذا هانتوما، وانتوما تابعوني وشجعوني في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. وفيديو اخر غادي نصور لكم الطاحونه التقليديه اللي كتطحن بالبهايم كما تيقول المثال، قال لك جديد له جده والبالي لا تفرط فيه. دابا هذا عالم السرعه، ها هو دار داك الضغط الفوقاني كما شفتوا معايا، ها هو غيبقى يخدم يبقى غادي ويعمر. ها هو تيعمر كما تشوفوا يا المتتبعين، وتابعوني ومازال غادي نصور لكم كيفاش كنحيدو الزيتون وكيفاش كنعمرو في خناشي وكيفاش المراحل حتى نجيبوه للطاحونة. وغنصور لكم الطاحونة ديال البهايم عاوتاني كيفاش كنطحنو فيها الزيتون وكيفاش كيتعصر وكيفاش المراحل ديالها. كما صورت لكم دابا هاد الطاحونة العصرية غادي نصور لكم المراحل كلها ديال الطاحونة ديال البهايم. وهاد الطاحونة العصرية مجهزة
بجميع الوسائل الحديثة، كاين بريسات جوج كيبريسيو بها، كاين ربعة ديال البرويطات كما كتشوفو هادو اللي كيدفعو باليد، وكاينين عاوتاني بريس. الله يلا الزيت كتخرج. بعد ما الشاريو كما شفتو معايا هو عمر، هو جابو سفيان دخلو بريسا، هو كيقيديه باش يجيبو نيشان. هو دابا غادي يزير، غيزير واحد المانيفير وغادي ديماري. وهاد الضغط ديال هاد الطاحونة تقريبا 60 طن ديال الضغط اللي كيعطيه باش كتبريسا، وكتعصر غير عصرة وحدة مكيبقاش يعاود صافي. هانتوما كتشوفو هاد الشاريو كاين تحتو واحد اللاكس كبير، هو اللي كيرفع هاديك الكروسة كاملة، كيرفعها باش كيتبريسا. هاهوما دوك الصفائح اللي وريتكم قبيلة ديال الألمنيوم كما تشوفو معايا يا المتتبعين، وهادي الزيت ديالنا اللي كتخرج من هاد الخليط هذا اللي كتشوفو، المراحل كما هدرت لكم على المراحل كاملة باش تنتجو هاديك الزيت. ها هو دابا سفيان مشى يدير واحد التيوم اللور من مور الماكينة في هداك الأنبوب اللي قلت لكم، وغادي يدوزو للشريج باش يبدا يخوي العصير، عصير ديال سميتو ديال المرجان والزيت مخلطة. كما كتشوفو هاد المكانة هاهي ديال الضغط، ها الزيارة هي كتزير مزيان بواحد السرعة فائقة. وهذه هي الزيت ديالنا اللي كتشوفو يا المتتبعين، هانتوما كتشوفو الزيت مخلطة مع سميتو مع المرجان، وهذا الأنبوب ديال زيت تيو كيدوزو تا الشارج. كاين شي 7 شوارج كل عصرة بوحدها بطبيعة الحال، كل واحد والزيتون ديالو، كل واحد والزيتون ديالو. هذا الأنبوب هو كتشوفو غادي حتى الشريط فين غادي يكب. Thank you.
ودابا يا المتتبعين ديالي، هذه هي اخر مرحله كما كتشوفوا. من بعد ما الزيت ارتاحت لينا في الشريج، هادو البقايا ديال هذاك الزيتون اللي عصرنا، ها هو حداكم تشوفوا فيه، كيقولوا له الفيتور. وهذا الفيتور كيصنعوا منه مواد اخرى مثل الصابون والصابون البلدي ومواد تنظيف اخرى. كما كتشوفوا معايا هو ناشف، ما بقاش فيه ليدام. كيجيو شركات اخرين باش يديو يعصرو وكيصنعوا منه مواد تنظيفيه للمنازل، منها الصابون البلدي والصابون الغسول، بزاف ديال الحوايج كيصنعوا من هذا الفيتور هذا، وكيطيبوا به في الفرارن. في الفرارن كيشد الجمر مزيان ومتين، واخا تشوفوا راه فيه العظومه، فيه داكشي القشور ديال الزيتون وكلشي. ودابا يا المتتبعين ديالي، تابعوني في فيديو اخر ان شاء الله، وشجعوني بجيم بجيم وبشي لايك. وهذه هي الزيت ديالنا.